صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وبين الناس. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثير. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ان شاء الله نبدأ من التفسير من سورة البقرة من الآية 25 إلى الآية 37 إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين. وشكرا لكم جزيلا على سؤالكم لنا واطمأنكم علينا بالصحة والعافية وبارك الله فيكم يا رب العالمين. والأخت هاجر الأستاذة هاجر وبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا يا رب العالمين. ان شاء الله نبدا من سوره البقره، ما زلنا في سوره البقره، نبدا من اول الايه رقم 25. صفات المؤمنين. وبشر، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله، الجمال والكمال، الإيمان، أهل الإيمان واللي صبروا في الدنيا، صبروا على كل الأذى. قال لهم وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيكلم الرسول يعني الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. مش جنة واحدة، يبقى صفات المؤمنين لهم الجنات والرزق في الجنة، كل ما يعني فيها ما تشتهي الأنفس، فيها ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون سبحانه وتعالى. يبقى وبشر الذين آمنوا بيخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطاب لرسول الله، وبشر يا محمد الذين آمنوا. ما لهم يا رب؟ شبك. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي آمنوا وعملوا الصالحات، اللي آمنوا بي يعني بربنا سبحانه وتعالى، الإسلام والإيمان والتقوى والهدى دي كله في الجنة. يبقى الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا، مش آمنوا بس، وعملوا الصالحات، جميع الصالحات، أي صالحات من صيام وزكاة وحج وعمرة وكل الخير وصدقات وبر الوالدين، كل دي في الأعمال الصالحة، يعني شامل كل حاجة. تنوركم حبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. حبيبتي ماما جازي واستاذ دواء، انتوا اللي حبايب، انا ما قدرتش استغنى عنكم، وبعت لكم الرساله على طول يا حبيبتي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويكبر خاطركم يا رب. ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين، وكل من سال علينا يا ربنا يجعلنا في الجنات العاليات ان شاء الله يا رب. يبقى انا بلخص، لاني قلت لكم التفسير يعني الميسر السهل المرن اللين، يعني لكل يعني كله هيفهم ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني انا ما بجيبش وقلت ولا لغويات ولا قواعد فقهيه ولا قواعد نحويه، ولكن معاني ربانيه من رب البريه سبحانه وتعالى. كلام اذا قلب حجر يلين، يعني كلام، يعني كلمه والمراد بتاعها، يعني ربنا. كلمه ومعناها. ممكن اجيب قصه، ممكن اجيب حاجه. انا ربنا يكبر خاطرك يا استاذه انتصار ويصلح حالك يا حبيبتي، انت اخت وفق راسي. اللهم صل وسلم وبارك عليك وسلم على ماما جازي اهي. يسلمك يا بنتي، ربنا يستر وياك ويصلح حالك حبيبتي. ربنا يخلينا ويبارك فيك يا رب استاذه انتصار واخت حبيبتي. يبقى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، احنا بختصر على قدر الامكان او قدر يعني كلمه ومعناها، يعني ولا بجيب نزول ايات ولا انا بقول اللي فيها. يا ايها الذين امنوا في المدينه، نزلت في المدينه، ويا ايها الناس نزلت في مكه. ليه يا ربي او ليه يا حبيبي يا رسول الله لما بيسالوا؟ لان الايمان في المدينه والكفر كان في مكه والعياذ بالله. هاجر من مكه الى المدينه، وربنا اللي امرنا امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاقي اهل المدينه طيبين وهادين وحلوين، ولكن اهل مكه يعني شداد، يعني غلاظ والعياذ بالله. يعني سبحان الله، وربنا اللي اختار المكان الهادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتم الدعوه والدعوه ونشر الاسلام في كل مكان سبحانه وتعالى. يعني ربنا اعانه على الذكر والنشر في الاسلام وكل الخير. اهله كانوا كلك في مكه، اهله كل اهل الرسول كلك صلى الله عليه وسلم،
وكلك كانوا يهود وكفار. يا سبحانه سبحان الله، يعني اللي بيرد الإسلام ربنا بيسهل له أمره على طول. سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى وبشر الذين آمنوا، صفات المؤمنين مالهم يا رب؟ وبشر يا حبيبي، وبشر يا محمد الذين آمنوا، مش إيمانوا خلاص، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جميع الصالحات، جميع الصالحات، يعني مش شرط صلاة أو زكاة أو إنفاق أو أي حاجة تعمليها، كلهم الصالحات. هتذكر الله تقول لا إله إلا الله محمد رسول، دي أفضل الصالحات كمان وأطيب الذكر. يعني سيدنا موسى بيقول له يا رب، كل الرسول الأول بيقول له يا رب، يعني واحد بيقول له قول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. يعني كل شيء نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حد متشاجر أو حد متخاصم أو حد، يعني نقول قول لا إله إلا الله، لكن هو مثلا يستهزئ بها واستغفر الله، يبقى نيته على نفسه. لكن انا لما اقول استغفر ربنا او صلى على الحبيب يقول لا اله الا الله عشان تسكت من قدامي، او تقول لا اله الا الله، لان كلمه لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، هتهدى وتبقى جميل وحلو وجميل. لكن الشيطان راكبك او الشيطان راكباك او كده، هتبص تلاقي نفسك في الهلاك والعياذ بالله. وبشر سيدنا موسى بيقول له قول يا، يعني يا رب قول لي حاجه اكون اسمع صوتك. ماما جازي كيف الحمد لله، بتقول لك كيف حالك يا ماما جاز؟ الحمد لله والشكر لله. هي بتسأل سمحت ايه؟ عسل ايه؟ وياك يا بنت لحالك يا رب. دعوات مستجابات ما شاء الله. صورها وياك. يبقى قال له ايوه بشر سيدنا موسى بيقول له يا رب خصص لي حاجه، يعني الحاجه الواحد. قال له يا موسى قل لا اله الا الله. قال له يا رب كل الناس بتقولها. قال له قل لا اله الا الله، يقول له كل الناس بتقولها. قال له لو حطيت لا إله إلا الله في كفة والسماوات ومن في الأرض وكل في كفة لرجحت لا إله إلا الله. يعني كلنا قل لا إله إلا الله، وانت والقبلة انتصرت قل لا إله إلا الله، وتدعي بالدعوة الحسنة، يعني كل ما تقول لا إله إلا الله وتقول للناس وتستغفر ربنا لك الحسنات ولك الأجر. يعني مش ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، يعني باللين والطيب والكلام الجميل والسهل المرن للناس، يعني يبقى سهل للمخ على طول، سهل لدماغ الناس عشان تستجيب. لكن اجيب لهم مثلا قاعده فقهيه او او حاجه صعب مش هيفهموا، يعني مش حكايه مش هيفهموا، لا هيقولوا انت صعب بتكلم حاجه صعبه مش فاهمين. لكن انا بتكلم تفسير القران، ما لقيتش احسن من تفسير القران، وببسطه لابسط الغايات، وربنا يعيننا على ذلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وان شاء الله يبقى في قواعد فقهيه عن الوضوء والصلاه وكل حاجه ان شاء الله، بس في وقته. يعني انا كلمت اليوم العصر عن اصحاب الفروض، يعني ايه الفرائض اللي هو في الميراث، علم الميراث او علم الفرائض، واتكلمت عنه من سوره النساء. يعني ما جبتش كتاب ولا جبت السوره وفسرت الايات، من اللي بياخد الربع، من اللي بياخد الثمن، من اللي بياخد الثلث، وهكذا الربع امتى والنص امتى، وهكذا من السوره نفسها. سبحانها سبحان الله، القران مفسر بعضه سبحانه. يبقى صفات المؤمنين قلت عليها، الذين امنوا وعملوا الصالحات، جميع الاعمال الصالحه، يعني لهم جنات تجري من تحت الأنهار، مش جنة واحدة تجري من تحت الأنهار. كلما رزقوا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتبوا متشابه، يعني يجيبوا نفس النوع بس مختلف في الطعم. سبحان الله، يعني الألوان مختلفة والطعم، يعني قادر على كل شيء، لكنها لسه جايلهم، بس هي مختلفة أصلا. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الاختلاف في كل حاجة سبحانه وتعالى، والطعم واللون والريحه سبحانه وتعالى. يبقى انتهينا واتوا بما تشربوا، ولهم فازواج مطهره، نساء طاهرات خاليه من الحيض والنفاس، خاليه من القذرات، من الغل والحقد والحسد، يعني الحور المكسورات او الحور العين، يعني سبحان الله ربنا خلقهم كده في الجنه، يعني الحور العين في الجنه. يعني قالوا لكن النساء بتوع الدنيا بقى، يعني نساء الآخرة غير نساء الدنيا، يعني سبحان الله عربا أطرابا، الواحد هيرجع 33 سنة، وسبحان الله قادر على كل شيء. يبقى فيها وأزواج مطهرة كما هتتجوزوا فيها النساء، بس النساء أنهي الطاهرات اللي يعني ليس فيها غل ولا حسد، لأن الجنة أصلا لا فيها وصب ولا نصب، ما فيهاش شغل ولا تعب، راحة قاعدين لذكر الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، في سورة غافر سبحان الله.
يعني قدر لنا المكان وعمل، بس احنا نسعى بقى في ذكر الله، انا والابله انتصار وكل كله، انت تقولي لغيرك وغيرك، عشان نحيي الايمان تاني والاسلام، عشان ربنا يتوفانا واحنا مسلمين ومؤمنين وموحدين، ندخل الجنه سويا ان شاء الله مع بعض ان شاء الله، طول ما احنا بنقول لا اله الا الله، وكلنا هنخش الجنه باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. نعم، شايف الطاهرات التي عملنا بها، يرضى الله ربنا يرضى عنا وجميعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا من اهل الجنات العاليات، مش جنه واحده، في الجنات العاليات، في الفردوس الاعلى. اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس الاعلى، فانها اعلى منزله من الجنه. يبقى خلصنا صفات المؤمنين ما شاء الله، يعني كلمه واحده تخلي الواحد يتكلم في محاضرات، في يعني كتب، يعني الواحد يتني ويكتب مش هينتهي، لان الكلام معنا سبحان الله، هو اللي مفسر وهو اللي منزل القران على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. وبعد كده بقى ربنا ضرب الامثال، ضرب مثلا بالبعوضه، بالنمل، بالنحل، بكل شيء. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، يعني الفوق فوقها يعني اصغر من البعوضه، نمل، يعني كل سبحان الله في عالم اخر، عالم يعني في عالم الغيب سبحان الله، في حاجات تحت الارض ما نعرفهاش اصلا سبحان الله، لكن ما نتدخلش في شؤون ربنا، اهدي واهدي، لا يعني ما يعني من تفكر في ذات الله كفر، عارفه ايه ذات الله؟ يعني كلمه لا اله الا الله، ما تفكرش فيه، فكري في مخلوقات الله. انا افكر في القران سبحان الله، كلام جميل سهل ويسر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر، تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. اه يعني انا ما اقعدش اقول يعني الله موجود في كل مكان وكل زمان، الله رحيم، الله غفور، الله رحيم بعباده. أنا أتكلم في الصفات، الصفات، صفات الكلام، صفة الكلام وصفة البصر وصفة السمع، يعني الله سميع، الله بصير، الله قادر، الله عليم، ليس أبكم وليس صم وليس يعني سبحانه وتعالى، والوحدانية، الصفات دي كلها اللي درس في التوحيد في الإعداد وفي يعني عارف الكلام دي، الصفات الألوهية كلها، صفات الربانية سبحانه وتعالى. اللهم والمستحيل وما يجوز في حق الله وما يجوز في حق الرسول وكل حاجه تفصيلا كمان، كل يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو. يا كثر السؤال، تعبت من الناس اللي هي مش قادره تتكلم بقى شويه، معلش ما انا ما عدتش ارد، قالت ما تردش عليها، قالت لي اعملي لهم بلوك، اعملي لهم حظر، ما الاساتذه بيقولوا لي، قلت لها بيقول انت تعبتها، رد رأيك بالابن، اللهم صل وسلم وبارك عليه، رأيك بالفيل والمال، وضحي السؤال كمان الشاشة من وكسر السؤال، تعبت من الناس اللي كده بعثت عنهم بس بينه وبينهم سلام وابتسام. اه يعني السؤال ده حضرتك يعني، اه لا ما تشيلش من حد، اذكر ربنا وتنا كل لا اله الا الله، وخلي قلبك خالي لله ورسوله، يعني اشغل نفسك او اشغل نفسك بذكر الله وما تزعلش من حد، يعني الواحد يتنه مع الله على طول، لان الدنيا فانيه، يعني اخليني مشغوله بذكر الله، من شغل من ش... طول ما انت بتقول يا رب ولا اله الا ربنا بيقضي لك حاجتك وبيصل لك امورك وبيدعي عنك المرض وبيدعي عنك كل الشر، لان انت مع الله مع الكريم، ومن قصد الكريم فلا يضامه، هو الله الكريم. يبقى زي ما قلت ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه، البعوضه اللي هي الذبابه، فما فوقها اقل منها، فوقه يعني اكبر سبحان الله، يعني ما استحييش، يعني الاستحياء يعني الواحد يقول الحمد لله على كل حال، ربنا قادر على كل شيء يعني سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم، يعني مأمنين بربنا في كل حاجة، يعني حقا إنه يعني خلق كل شيء فقدر تقديره، خلق كل شيء فقدر تقديره. ما وكسرت السؤال، تعبت منه، ربنا يشفيك يا ماما، بارك فيك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه.
يبقى ان فاما الذين امنوا، يعني ان الذين امنوا فيعلمون ان الحق من ربهم، يعني متيقنين وحق اليقين. واما الذين كفروا فيكون ما اراد الله بهذا، يعني بيستهزئهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني عمالين بيستهزئوا بالله وبرسوله، يعني بيستهزئوا بالله وبرسوله. عشان بلخص في الايات اصلا، فيقولون ماذا اراد الله بمثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. يعني ربنا بيضل الفاسقين والكفار. ما هو جزء لو شئت تعلم عليه حبيبتي استاذه بطه كلامك وشرح الجميل. ربنا يكبر خاطرك يا حبيبتي يا استاذه انتصار. يعني ببسط الامور، ساعات تلاقي كلام كتير يعني طبعا الواحد، لان انا بحب التفسير وبحب وأحب اصلا واحب اتعلم من حضرتك وحضرتك، نتكلم بعضنا في كل حاجه، في امور الدين، امور الدين وكل حاجه. لان المؤمن يعني المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشبك اصابعه. يعني المؤمن انا وانت واحد، وكلنا واحد، وكلنا اخوه في الايمان والاسلام. ما نشيلش من بعض ولا نزعل من بعض ولا نجرح بعض بكلام يزعلني ولا زعلي. حد زعلان منك اركني، مالكش دعوه ابوه، خلي ضميرك انت سليم وخلاص. ايه اسمعي ماما بقى، يعني بتقول لك ولا تشيلي من حد خالص، لا اهلك غير اهلك، اتركوا خليكوا يا ربنا. تقول لك صح يا ماما. يعني خليكوا يا ربنا، ما فيش احسن من الله. هو اللي ينجدك من كل حاجه، من كل الشر. نعم. وتنصح بعض، وانصحي البعض الاخر، تقولي لهم ايه يعني الجأوا ربنا وصلوا. يعني بتقول لك تنصحي الناس بايه يا ماما؟ صح، ان بقول لهم اسلموا ارجعوا لربنا وصلوا بالليل وبالنهار وصلوا على النبي ياما صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله، كانكم ماسكين كل ذكر ربنا في عينكم. الحمد لله. هي عايزه تسمع صوتك. ما تسيبوش ابدا، خليكم كده ويا ربنا. ربنا يكبر خاطرك يا استاذ. لو حد متعانك وياكم مالكوش دعوه بيه، خص من بره، ولا اكنك ما تخصميش عشان الخصام حرام. اتكلموك رد، ما كلموكوش خليك في حالك ويا ربنا وخلاص. اشغلي نفسك بذكر الله، بالعلم، بالعلم، اشغلي نفسك بالعلم بكل حاجه حلوه. تنزل وراك وتقعدي تصلي وتقعدي تسبحي ربنا، تقري شويه القران وخلاص، واتركي اللي بيأذوك واللي بيشتكوا والكل الاعداء. ماما وهي في مصر كانت ودلوقتي ما بسيبش القران ابدا. صح ماما، جزاك الله خير. يعني بتقول لك اعملي اللي وراك كله وعودي للقران، عودي للدرس، للمحاضره، ربنا هيديك كل الخير. وحوش عني، وحوش عنك الشر. الشر لو حتى بيعملوا لك ايه، ربنا مش هيرضي يأذيك ابدا. ربنا يصلح حال العباد والبلاد. يعني يعني انا ما حضرتك كلمت كلمه طيب، بتقولي يعني انصحي الناس، وماما تنصحهم بايه؟ تقول لهم يصلوا واسلموا، يعني يخلصوا العمل لوجه الله. يخلصوا، كل واحد يخلص. الاخلاص، الاخلاص سري بيني وبين، يعني ربنا اللي بيقول الاخلاص بيني، سر بيني وبين عبدي، ولا يعطيه الا لمن احب. يعني الاخلاص، ما الواحد يخلص في عمله، سواء انت في المطبخ او في الغيط او في البيت، في اي مكان، او في الدكتور، او في بيشرح في الكليه، او بيعمل، او بيشفي المريض قدامه، لازم يكون اتقان واكتر من الاتقان والاخلاص، لان دي روح. ما سيبوش لحد ساعه بالاثنين وبالثلاثه، على ما الدكتور يكلم دي ويكلم دي، يكون المريض خلاص راح وقلت تعبان. يعني انا شفت بعيني. لازم الرحمه، قلبك تخليه رؤوف بالمريض، لان انت هتبقى في مثله او اكتر منه. لازم اكون انا اكتر، يعني اكون رؤوف، اقول دي امي، دي اختي، دي مش اقول هم امهاتنا وابهاتنا وكلنا. الأكسر، أهل الأكسر، وكلك بسلامة. ربنا يصلح أحوالكم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. يعني أنا بتكلم بقول الرحمة، الإخلاص، الإخلاص أهم حاجة كمان. يعني يبقى دكتور واخد منصب، واخد دكتوراه في قد كده، وتعب عشان الناس يداويها يعني بما يرضي ربنا، بالإخلاص. مش هسيب المريض بره في الشارع على ما أشوف له مكان في المستشفى، على ما أشوف له بالساعة والاتنين، وعلى ما يخش يطلع يقول لي خلاص انتهي. ما هو انت ما فيش اسعافات، ما عملتلوش اكسجين، ما عملتلوش حاجه تسعفه وتقولوا بيموتوه. لا، ما حدش بيموت ناقص عمره. بس يعني الاهمال يعني بيجيب كل حاجه وحشه. الاهمال في كل حاجه بينقلب ضدهم. يعني سبحان الله، لازم الاخلاص في كل حاجه.
يبقى الذي يعني بعدها بقى وما يضل به الا الفاسقين، الكفره، الفاسق يعني الكفره، العياذ بالله من القلب. اللهم صل وسلم وبارك على انا امي بتسلم عليك، بيقول يسلم لي على امك كمان، ربنا يصلح لكم يا رب. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني العهد، العهود، الميثاق، يعني نقضوا العهد، اللي هم الايه المنافقين والكفار دولت، ما لهمش ذمه ولا عهد ولا ايمان، يعني بينقضوا العهود. اللهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصله، يعني اللي هو ان يوصل به بر الوالدين، الجيران، الاخلاص، يعني في كل حاجه ان يوصله، ابر والدي، ابر اخواتي، ابر جيراني، اخلص في عملي. ويقطعون يعني العهود جمع عهد، وهو ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. تخفي الكيس ولا مش اللهم لك الحمد ولك الشكر. نختفي الكسرة، قال الكسرة، قال يعني للتغليب. جزاك الله خير، يعني بقى اللي هو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، اللي هو الواصل، يعني الإيصال، نواصل الآباء والأمهات، بر الوالدين بمعنى الأصح، أو الخير كله، ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، ويفسدون في الأرض، بغوا في الأرض، تركوا الأعمال الصالحة ونقضوا العهود، ما لهمش عهد ولا دين، نقضوا العهود اللي كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والعهود وكل حاجة. يعني احنا دلوقتي وبعد كده ويقطعون ما أمر الله أن يوصل، ويفسدون في الأرض، ماشيين يضربوا دي، يقتلوا دي، يشيلوا الحاجات اللي في الأرض، يعني ما بيصلحوه، ويفسدون في الأرض، أولئك إيه؟ هم الخاسرون، هم الخاسرين في الدنيا ثم الآخرة. في الدنيا الناس كرههم كفار، وفي الآخرة عذاب وبال. كيف تكفرون وبالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني توبيخ، بيقول لهم إزاي بتكفروا بالله وهو يعني جابكم من العدم، من عالم آخر، من العدم. وكيف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني هنموت ونحيي وهنبعث للسؤال والحساب والجزاء والجنة والنار، يعني كل واحد بما عمله، كل يعمل على شاكلته. فربكم أعلم من أهدى سبيلا، يعني ربنا عالم بالسر والعلانية، ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. دي بعد بر الوالدين، يعني في الربع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، في سورة الإسراء. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي الرسول. يبقى اللي بيقول كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله، يعني الرسول في سوره ال عمران، ازاي تكفروا في حبيب النبي؟ يعني الله، ما هو الكفار، اتستهزئون بالرسول؟ يبقى ثم اليه ترجعون، يعني راجعين ربنا زي ما قلت، الحساب والجزاء والجنه والنار وكل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هو اللي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق في الارض الاستواء، يعني خلينا الارض وما فيها من باطنها، يعني استوي، استوت الارض، سبحان الله. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، خلق الارض في يومين وجعل لها اندادا، سبحان الله. خلق لك كل شيء في الأرض، الزرع والأكل والشرب، كل حاجة، الطعام وكل حاجة، يعني كل شيء خلقه لنا في الأرض عشان نسعى ونجري ونسعى ونشقى، عشان ربنا هيسألنا على كل شيء، هيسألنا عن الكتمير، عن كل حاجة. يبقى ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني خلق الأرض في يومين. وبعد كده سبحان الله، اللهم صل وسلم، كيف حالك؟ بيسلموا عليك الأستاذ، ربنا يكبر خاطركم. اللهم صل وسلم. يبقى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الحمد لله. يبقى خلق لنا الاشياء كلها، الارض بساطا، والارض مهادا، والجبال اوتادا، وجعلنا سبحانه، والانهار، وجعل لنا في كل الارض كلها خير وبركه، انهار وجبال وارض نسعى فيه، يعني نسعى فما نفسدش فيه في الارض. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا من طعام وشراب وملبس وماكل، وخلقنا من الأرض، من التراب سبحانه وتعالى، يعني خلقنا من الأرض وخلقنا من التراب ثم سبحانه وتعالى. يبقى كده انتهينا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا جميع الأشياء من ملبس وماكل ومسكن وكل شيء سبحانه وتعالى.
ثم استوى إلى السماء، رفع إلى السماء فسواهن سبع سماوات سبع طباق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما فيهاش سبحان سبكوب أبدا. سبحانه خلق الأرض، يعني خلق السماوات بلا عمد، يعني خلق السماوات بلا عمد سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال للأرض يعني ائتيا طوعا أو كرها. دي في فصلة، يعني القرآن بيدخلني يعني الآيات في بعضه. ممكن أبقى في البقرة تلاقيني في جزء عامة، في جزء سبحان الله. ما هو الآيات ماما بتدخل بعضها. أبقى أقول لا إله إلا الله. بص ماما في الكشاش، أنت بص الكعبة عشان بيوصلك أصلا، مع فرحين اللي شوفوك أصلا. ربنا يكبر خطوة. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليهم، عالم بكل شيء، حتى النملة إذا دبت عالم بكل خبايا الإنس بالسر والعلانية، يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دي صفات الملائكة تبقى، يعني حديث الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، يعني بيكلموا ربنا الملائكة تتكلم مع الله، أو حديث الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. بيقول لهم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ربنا بيقول لهم أنا جاعل في الأرض خليفة. إيه الخليفة؟ اللي الإنسان اللي هو سيدنا آدم. قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء، يعني أنت جعلت فيها عشان يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويقتلوا الناس ويضرب بعض ويكرهوا بعض. يعني سبحان الله، يعني ربنا بيكلم الملائكة والملائكة ترد عليه سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها، الملائكة بترد على سبحانه وتعالى. الحمد لله بتسلم عليكم كلكم، كيف بيسلم عليك. قالوا أتجعل فيها، قالوا اللي هي الجمع للملائكة. وإذ قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أنت جاعل في الأرض يا ربنا، جاعل الإنسان أو آدم هيفسد في الأرض ويقطع الزرع ويقطع، مش أبونا آدم يعني الذرية، يعني الذرية اللي هي بتجي إيه من أبونا آدم يعني سبحانه وتعالى. قالوا أتجعل فما يفسد فيسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ربنا علام الغيوب. ربنا راحت الملائكة وعلم سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. قصة آدم بقى ربنا علمه اللي في الأرض وإيديه إيه والأسماء كل حاجة من كل يعني الأسماء كلها. قال لهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أخبروني وعلم هؤلاء بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني أبونا آدم علم الأسماء كلها وجعل والملائكة سبحان الله. أنبئوني أخبروني إن كنت بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين عندكم برهان أو عندكم دليل. رحم ردين قالوه بقى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا رب احنا ما نعرفش حاجة إلا اللي انت قلتنا عليه، لأن الملائكة في ملائكة يعني للتسبيح للتحميد سبحان الله. اللهم صل وسلم جميع الأسماء من طيور وأسماء وحشرات يعني جميع الأسماء، لأن الأسماء كثيرة من عالم العالم آخر سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك. وإذ قال ربك للملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كل حاجة أسماء الحيوانات أسماء الطيور أسماء كل حاجة والبنات وأسماءنا عند الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا خلقك وسماك قبل ما تنزل كمان، يعني اسمك مكتوب عند الله قبل ما الواحد يتخلق قبل ما ينولد كمان سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وإذ قال قالوا سبحانك لا علم لنا اللي انت عملنا ما نعرفش الا هو، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا ان انت العليم الحكيم، عليم وحكيم في تصرفاتك يا رب، تصرفاتك انت اللي بتتصرف بتدبر الامور كيف تشاء. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبئوا يعني الاسماء قال لهم دي كذا ودي كذا، فلما انبئهم باسمائهم قال الم اكن لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إيش مش عارفة أسماءكم ولا بيقولنا أسعدكم
وضح الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، كل واحد له يعني عالم آخر، زي عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، جميع يعني كل ما سوى الله عالم سبحانه وتعالى. ربنا يكبر خاطركم يا رب، ويصلح حالكم وبالكم يا رب، ويسترك يا أستاذة انتصار، ويصلح لك يا أختي يا رب العالمين. يعني ببسط على قدر الإمكان، لأن عشان لأن ماما عاوزة تقرأ قرآن. يبقى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم علمهم العالم، كل حاجة مكتوبة عند الله. اللهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني ربنا عالم يعني بالسر والعلانية، بالبدء والختام، وعالم بكل شيء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ربنا بقى بيكلم الملائكة، حديث الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. يبقى خلق آدم وعلمه الأسماء، ورجع للملائكة إيه بقى؟ اسجدوا لآدم. فسجدوا طوعا طوعا، يعني ما بيقولوش لا، لأن الملائكة مخلوقة للذكر فقط. يعني الملائكة من نور، الملائكة يعني من نور، يعني الملائكة مخلوقة من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا، يعني من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما بيبطلوش أبدا، ما بيتعبوش ليلا ونهارا. والملائكة حرسانة، كل واحد له 12 ملك أو 10، يعني اتنين ورا واتنين قدام وعلى الكتف وقدام، واتنين مخصوصين للصلاة والسلام على الحبيب، على الشفتين دول ملكين مخصوصين للصلاة والسلام على الحبيب فقط. سبحان الله، ساعة ما تصلي على رسول الله يوصل الملائكة، توصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة الفلانية بتوصل عليك، بتسلم عليك يا رسول الله، يقول عليك وعليها السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. ربنا يكبر خاطرك يا استاذنا الفاضل، ويصلح لك وبال. يبقى قال ايه الله، يعني الملائكة مخلوقة من نور، نورانية، اشكال نورانية، يعني قادرة اشكال حسنة، لكن الجن والعياذ بالله اشكال قبيحة، قادرة على يعني ربنا اللي خلقها، يعني قادر، وهو ربنا خلق الملائكة وخلق الإنسان عالم، كل واحد ربنا خلق كل حاجة وخلق كل شيء، اللي خلقه من النار واللي خلقه من النور واللي خلقه من الجنة، كل الملائكة على كمشة، يعني ملائكة غلاظ شداد لا يعصون. كيف أتواصل مع الملائكة؟ اتواصل مع الملائكه ازاي؟ خليك على وضوء على طول، واذكر ربنا وصلي على رسول الله. لو مش كده لك ده هيأذوه. الملائكه يعني يقول له ايه؟ بيصبحوا يقولوا، يعني انت الصبح بتبقى اي منهم يقول لي اللهم ان كان ممسكا يعني خلفا يعني مسك، وتلفا يعني بيدعو للواحد، التلف والخلف يعني انت ما تنفق بينفق عليك ربنا، اما بتبخل باي حاجه او حتى الابتسامه في وجه اخيك صدقه. تتواصل مع الملائكة الكرام، الملائكة النور، ملائكة الرحمة، لكن مع أنا مع الله، الله والملائكة تسجل خل مع كل شيء. ربنا الملائكة بتكتب، ما في كتاب بتكتب كتاب، يعني ما بتكتب كل حاجة، في ملك على الحسن، ملك على اليمين وملك على السيئات، يعني ملك على أدنى اليمين على الناحية اليمين، وملك على الناحية الشمال، اسمه رقيب وعتيد، اسمه رقيب وعتيد. يعني بس ربنا مقول على اليمين أكثر من دوك اللي بيكتب الحسنات، سبحان الله، اللي بيكتب الحسنات مقويه عليه، سيد اللي هو ملك السيئات، يعني ما يقدرش يعمل حاجة إلا ما يكتب، لما يشوره لا استنى عليه، آخر ما يقول له استنى عليه يوم بحاله، يمكن يرجع لربنا، يمكن يستغفر ربنا. يعني بست ساعات لو انت عملت معصيه بعد، ويقول لي طب استنى ست ساعات، لو ما استغفرش ربنا خلاص انك اكتبه، لان ملك السيئات عاوز يكتب بسرعه، ملك الحسنات يقول له لا اهدى شويه، اهدى ساعه اتنين، يقول له خلاص تفت ساعه، يقول له اصبر، بعد ما يست فوت ست ساعات يعني نص اليوم او ربع اليوم بالنهار، يقول له اصبر، لو فات الست ساعات من غير ما يستغفر ربنا او ما يصلي على الرسول او ما يتوضاش، بانك خلاص يقول له ملك السيئات، يقول له ايه بقى؟ اهو ما استغفرش اهو ولا حمد ربنا اهو والعمل اهو، نعمل له ايه بقى؟ قال له ايه؟ اكتب ارحنا الله منه. ده الى كلام يبكى اصلا. اللهم صل وسلم وبارك. انا احمد مؤمن مشغول فاضل، ربنا يصلح احوال العباد والبلاد يا رب العالمين، ويكبر خاطركم وكل من أرسلنا إلينا
تعليق كان جميل، ربنا يكبر خاطره وكل اللي بينشر، ربنا يصحها للعباد والبلاد ويكبر خاطركم اجمعين يا رب يا رب. يبقى حديث الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، الملائكة ربنا يقول لهم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، يعني مش لازم أعطش الجيم أو يعني وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس بقى هو هم الملائكة تاهم، يعني كان من يعني كان من ففصصك عن امر ربي، يعني كان الملائكه يعني كان ما حد بيقول ما حدش عبد ربنا اكتر من ايه سبحان الله. هو دي ابليس الا ابليس ربنا. يعني ابليس من الجن، ابليس ما فيه ملائكه العذاب عصى بقى ربنا قال له لاكم في النار بقى، يعني ملائكه ما رضاش يقول لادم، ملائكه العذاب واقفين اللي هي في سوره ساقة، يعني في سوره اللي في سوره المدثر بيقولوا اللي هي يعني يعني واقفين كده لا يعصون الله ما امرهم في سوره في سوره في جزء المجادله يعني في قدسام، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني خلاص مامورين بكده يدخل، يعني عليهم ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني الملائكة واقفين على باب النار والعياذ بالله يدخلوا اللي هم العصاة والمجرمين والسرائين واللي كانوا بيعملوا الأفعال المعاصي كلها وما تابوش إلى الله، يعني ما تابوش، لكن لما يتوب ربنا بيقول له إن تابوا، يعني ربنا بيقول له يعني الجبال بتقول لي ربنا يعني يا رب يعني ذلنا نعمل ابن آدم والبحار ننقلب عليه والبحار نقول نغرق ابن آدم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم رؤوف يعني واسع المغفرة واسع الرحمة، يقول دعوهم دعوهم اتركوهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. سبحان الله كلام متكلف يعني كنوز الأرض سبحانه وتعالى، يعني ربنا جل شأنه يعني ما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صبر عليهم إحنا كلنا أولاد الأولاد سبحانه وتعالى، وصبر الصبور الشكور ربنا. يعني قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا طوعا، لكن إبليس فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، في سورة تانية فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، في سورة العرف يقول أسجد لمن يعني أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، في سورة الإسراء أسجد لمن خلقت طينا تطين، يعني هو متكبر، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين في سورة الحج، لكن احنا في سورة البقرة شوف التفسير سبحان الله، يعني انا عمالة بضيق يعني بسهل للآخر بس التفسير هو اللي بيخلي الواحد يجري لأن كلام جميل ومرن. يبقى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني أو من الملائكة ده بقى الملائكة يعني سبحان الله ومن الجن، يعني كفينا شر الجن والشيطان يا رب. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، حديث مع الله وآدم أبونا آدم، يبقى فيه شوف كذا صفة، يبقى أول الأنبياء من خلق أول الأنبياء مين أبونا آدم، يبقى قصة من قصص الأنبياء، يبقى أول قصة قصة أبونا آدم وعمل إيه بقى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اقعدوا في الجنة مرتاحين تاكلوا اللي أنتوا عاوزينه منها رغدا، يعني قال لهم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني فأكل اللي أنت عاوزين ولا تقربا هذه الشجرة، الشيطان سول لهم ودخل لهم من يعني من 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 العقب كده من يعني باب الجنة، لأن الجنة أبواب وراح داخل وإيه وضحك على آدم في الجنة قال له لا كل منها تجميلة مش عارفة ايه ديت ايه وقعد ايه يوسوس له وصريدة ويقسم بالله وقاسمهما اني لكم لمن نصح، شوف ماما بتقول قاعد في سورة الأعراف برافة ماما وقاسم بتقول يعني قاسم له يعني قال له القاسم اليمين يقول له تاني بنصحك ما فيش فايدة راح واكل، يعني احنا ايه طيبين وبنضحك علينا لا ما ينضحكش علينا ما نخليش الشيطان يضحك علينا ابدا، نذكر الله دائما وابدا في السر والعلانيه، الاستاذه في المطبخ الاستاذ في الغيط في الاستاذ في البيت في عمله يتنقوا لا اله الا الله، طول ما هو مشغول بذكر الله مش هيعمل شر ابدا، ترى بكفر الواحد يقول اني بريء اني بريء الله يعني دعيتكم واستجبتم اني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم
ما انتم مصر... ما انا بمصرخكم، ما انتم مصرخيه، انتم اللي عاوزين، انتم اللي عاوزين تبقوا في الهم والغم والمرض وفي النار والعياذ بالله. انت اتينا لكم الفجر، اللهم صل وسلم. وكلنا يا ادم اسكن انت خلاص، قال ما تاكلش من الشجره دي، راح واكل. فاذن لهم الشيطان قاعد يوسوس لهم وفرحان بقى عمال كل يا ادم كل يا حو كلهم، راحوا واكلين. فاخرجهما مما كان فيه، ربنا نزلهم بقى طلعهم، فاخرجهما مما كان فيه اللي وكلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تنوا في الارض بقى ياكل، قال له انزل بقى، انتوا مش وش الجنه ولا وش النعم، بس ربنا عمل له حكمه نزل عشان يتناسل وتكاثر وهكذا. سبحانه والله، سبحانه الله اكبر عزة الله. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهم ما كان فيه، وكلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني انزلوا بقى في الأرض وكلوا واسرع في الأرض وجاهد بقى والذرية بقى وتكاثروا وتناسلوا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. تاب عليه ربنا كلمات في السر، ربنا تاب عليه إنه التواب الرحيم سبحانه وتعالى. وربنا يجازيك كل خير. وقد انتهينا من هذا اليوم عن في المحاضرة عن من الآية 25 إلى الآية 37 في سورة البقرة التفسير. وشكرا لكم جازين على استماعكم وحسن استماعكم لنا إن شاء الله، وبارك الله فيكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وكل من استمع إلينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. أقرب يأذن بدرا 37. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم لا حول ولا قوة. وإن شاء الله نصلي الفجر وما هترتل بقى سورة الأنبياء، يوقف على الأنبياء وربنا يعينه وقويه. ربنا يصلح حوالي العباد والبلاد وفلسطين وغزة. أذان الفجر بيأذن يا رب العالمين يا رب، رب يصلح أحوال العباد والبلاد يا رب العالمين يا رب، كل مكان وكل زمان، المستضعفين في أرض الله، واللي ويهدينا جميعا الإيمان والإسلام والقرآن، وننشر الإسلام أكتر وأكتر، ونعلي الإيمان والإسلام أكتر وأكتر. الله أكبر. يعني انت بتدعي وندعي الدعوه الى الله، مش شرط امسك كتاب او امسك قاعده اقول لازم تقول او انت درسها فين او عاملها فين، لا، قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل واحد لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك. ما تكلمت اليوم لا ما بتتكلم، اتكلمت وتبيت وقاسمهما، يعني حكيت القصه سيدنا ادم ابونا ادم مع ما كان بيتكلم دلوقتي الشيطان ضحك عليه ودخل. هتلاقيك انت رحت بعيد ولا حاجه ما سمعتهاش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. وانا اخليه في الشاشه عشان اشوف كمان وبيحبوك. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. يعني احنا انتهينا من شرح، وشرح يعني طولت شويه يعني، بس معلش يعني هو الشرح اللي بياخدني الايات بتمتع فيها او نتمتع مع بعض، لكن انا يعني بقول يعني بايجاز بحاول الخص على قدر الامكان. وانا ان شاء الله ربنا يعيننا ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم اما خلصوا هنشره باسمي يعني ان شاء الله، يبقى صدقه جاريه لوالدي، لان يعني اللي بيعمل خير ربنا بيعينه على ذلك. وان شاء الله ممكن ابقى اشرح بعد كده بدل ما يبقى صفحتين اربعه تلخيص، عشان ما لان بيقول لي يعني مهمه صعبه وطويل. لا القران مش صعب ابدا، القران سهل لكل اللي عاوز ربنا يعلم. واحنا بنعلم يعني تفسير كلمه ومعناها، وقلت ولا بدخل قواعد فقهيه ولا قواعد نحويه، ولكن معاني ربانيه من رب البريه. كلام جميل وعنوان ما شاء الله واخد صفحه بحاله. ربنا يكبر خاطرك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا رب ان شاء الله، وعنا واياكم يا رب ان شاء الله. ربنا كل الخير هتلاقوه ان شاء الله في احلى بس واحلى لايف، والقناه جميله وكل حاجه جميله. يعني اي حاجه حبايبي نستغلها بذكر الله، نستغلها في الخير دائما. يعني انا داخل على الاستاذ او داخل على اسلم عليه اكلمه كلام جميل، مش اقعد فيه ايه واقعد ادخل معه، لا
كل يعني ما تتكلم كلام جميل ربنا يحفظك من كل سوء، لكن انت بتتكلم كلام وحش او بتتكلم كلام عاوز تضايق اللي قدامك او تنسيه العلم، لان الشيطان بينسي العلم. يعني ما بلتقي كلام غير ذلك يعني اقرا او كاني انسى اللي كنت هشرحه او انسى اللي هقوله، لانه حضراتكم عارفين والمدرس عارف والدكتور عارف والاستاذ عارف. اهم حاجه الراحه النفسيه، يعني بفتح وانا فرحانه فرحانه بستقبلكم بالخير والسعاده. اللهم صل ماما تطلع بره الباس، ما هي بتطلع اهي. ربنا يكبر خاطرك يا حبيبتي استاذه انتصار، ربنا يسترها وياكم، عاوزه اشوفك على طول. القناه بتاعتها يعني لها قناه جميله ابو فصل الاحلام، اللهم صل وسلم. اللي اسمها القناه اسمها قناه ماما وبابا، انا كاتباها بالعربي في على اليوتيوب، وعليها قصص، هي حكي قصص ابو هريره ضيف رسول الله، حكي قصص جميله قوي قوي هي وبابا، يبقى قاعدين مع بعض بس حكيها هي اللي كانت بصوتها هي، عشان لان انا كاتبه القناه وبابا كان يمسك القران يفتح يقرا يعني سبحان الله، لكن هي اللي كانت بتحكي بقى فرحاني. قلت لها قولي اللي عاوزاه، قولي اللي انت عاوزاه هنشره لك. قالت ربنا يكبر خاطرك ويسترك في الدنيا والاخره ويعليك اكتر واكتر ويحبي فيك ويديك اللي انت عاوزاه يا رب العالمين. يعني بتدعي لي لان ماما بتدعي لنا كلنا. يعني انا كده انت خلصنا الشرح وان شاء الله نصلي الفجر وماما تقرا قران، وكل يوم تفسير ان شاء الله، بس ما يعني ما حددتش الميعاد، ما مش عارفه يعني اوفق لكم ازاي الساعه اللي هنشرحها كل يوم. نعم دايما ادخل القناه والتصفح وانا فرحانه حبيبتي في ماما جاز، ربنا يكبر خاطري. يعني فيه وفي صور انا يعني مش يعني نشرها، يعني كل ما ده بنزلها فيديوهات، لان هي عامله القناه اللي هي بطه فازر عند مزر دي فيديوهات قصيره دقيقه وساعات نص، لان اتعلمت وبقت يعني بتحفظ، هي من المجاهدين، يعني المجاهد اللي هو اجر كتير عند الله. تقول ما هسيبش المصحف ابدا طول ما انا حي. قلت لها وانت برضك في الجنه هتمسكيه يا ماما، مش هتسيبيه ابدا. ربنا يكبر خاطركم يا رب العالمين، ربنا يحفظك يا ماما جاز. بدعولي يعني الشرح ما شاء الله بسيط وميسر وسهل. ولقد يسرنا للذكر، ولقد يسرنا القران للذكر فالمن مدكر. ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين. كده انت ما عاوزين يشوفوكم، شوف اللي بتقرب للمصحف ماني شايفه هي عاوزه تقرا. ربنا يصلح يا رب، يديك بالذريه التوائم يا رب يا رب. بس يا عليك رب. بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا ما بنقولش ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ولا موعظه الحسنه، ربنا اللي بيقول في القران. لانك استغفر ربنا قلنا نخلينا مع الله على طول دائما على طهاره على وضوء. دخل المطبخ اتوضى، دخل اي الوضوء نظافه، عارف ايه الوضوء لغه النظافه، وشرعا الوضوء يعني تغسلي ايديك وتغسلي وش، يعني ما الفقه اللي هو اللي عارف الفقه عارف كل حاجه، لكن احنا ما انا بتكلم بالعاميه بقول الوضوء النظافه، نظافة البدن كله. انت بتخش كم الساعة عندكم؟ الساعة 4 الا ربع الفجر اذن، هنصلي وبعد كده ماما هتقرأ بقى. ربنا يكبر خاطرك يا حبيبتي يا رب، وزي ما بتسأل عنا كده ربنا يسعدك يا رب، لان هي كانت ماما بتقرأ وانا عارفة ان انت متابعانا الفيديوهات القصيرة، يعني ما عرفتش اكلمك لان كانت بتقرأ الفيديوهات. ربنا ويعينها ويقويها تختم القرآن يا رب إن شاء الله قريبا، يعينها ويقويها يا رب. ايه مسهراني؟ لا مش سهراني، هي اللي ما بتنامش، ربنا يعينها ويقويش فيها يا رب، والكلمة اللي في صدرها يا رب اللي يبعد عنها الشر يا رب، لأن يعني ما صدرها بينكتم ما بتعرفش تنام ولا تعرف تاكل، بتنها صاحية وتقول هات القرآن، وربنا يشفاها وعافيها. الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. البخار مش جاي يعني كاشفين عليها وكل حاجه، زهقت من الدكاتره وزهقت من المستشفيات، وربنا والشافي العافيه. يعني مش مسهره هي اللي صحي، احنا صاحيين العصر. قلت لها بقى ما نمناش بس هنصلي الفجر وتقرا بقى لحد ما نصلي الضحى وننام، وربنا يصلح حالك يا حبيبتي يا رب. احنا انا فرحانه واسعد الناس اللي بتكلميني وارد عليك وبتكلمي كلام يعني يعني يريح القلب ويريح الصدر وما شاء الله عليك، ربنا يكبر خاطرك يا رب العالمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ان شاء الله نصلي حالا وشويه كده وافتح البث عشان ماما تقرا. خلاص يا حبايبي، وشكرا لكم جزيلا على حسن استماعكم
وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنصلي إن شاء الله وإن يفتح حالا إن شاء الله، يا رب يشفاه وعافيه. بيدعوا لي كمان يا رب يا رب يحفظهم كل شر يا رب، استرك أمامه ويجبر خاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.